لازم شاط لازم 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 محبوب جمعة يسجل هدف الكويت الأول بضربة قوية. الله الله يا مروي الله يا مروي. بيلعبها في عرض الملعب ناحية داود وتاني الحارس صالح خطا جول. بشار الجول الوايل سليمان الشباب وكرة من فراج حطها. أحبتنا في كل مكان، ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. هذا البرنامج نتجول مع مجموعة كبيرة من الأهداف على المستوى المحلي، على المستوى الأسيوي، على المستوى الخليجي في بطولات متعددة. الآن السنوات تمر وتمر سريعا جدا، ودائما هذه عندما نعرض مجموعة من الأهداف تعتبر الآن، لما نقول على سبيل المثال الألفية، اعتبرت الآن أهداف قديمة من الزمن الجميل كما يطلق عليه، أو قديمك نديمك. فهذه الأهداف نحاول ندونها للتاريخ حتى يعرفها السادة المشاهدين. بعد الفاصل نبدأ المشوار. في 12/12/2005 في بطولة الدوري العام لكرة القدم، كانت هناك مباراة مميزة جمعت القادسية والسالمية. وفي عالم كرة القدم عندما تكون هذه المباراة بالتعادل 2-2، فأنت متوقف أمام مباراة صعبة لكل الفريقين. ودائما هذه المباريات اللي تجمع القادسية والسالمية تكون مباريات مميزة، يعني ربما خلال السنوات الأخيرة ما كانت كما كنا نشاهد. يعني لما نعرض الحين مجموعة من الأهداف وبعض المباريات في عام 2005 و2005 مر عليه سنوات طويلة، نلاحظ الفرق بين المستويات الدوري في تلك الفترة ومستويات خلال السنوات الأخيرة. نعم، ولكن لم يرتقي إلى ما كان عليه في السابق بالنجومية وفي اللاعبين. دعونا نشاهد الأهداف معا. أولى مبارياته كانت أمام الشباب، ويومها فاز بأربع أهداف مقابل هدف واحد. هذه كرة ملعوبة عالية تلعب هذه خطرة، وممكن يحطها بالجول. حطها بالجول، جول القادسية مبكر، جول للقادسية مبكر في أول خمس دقائق. في أول خمس دقائق يسجل القادسية هدف الأول، جول أحمد البلوشي ولاعب الحقيقة، يعني يدل المرمى. ونشوف اللعبة لبداية، الحقيقة اللعبة حلوة، يعني بينية كسروا فيها، نقول الكشف التسلل، وهدف أول للغاتسية مبكر سيشعل المباراة، وهدف حلو في أول خمس دقائق للغاتسية. شوفها هذه اللعبة، مطوع تمرير الحقيقة، ولما تتمرر شوف التمرير اللي كان حلو، ونواف المطيري بينية حلوة لأبي وطوقي إلى بلوشي. يلعب بمهاجم واحد، يا بشار يا حمد حربي، حسب الجهة اللي يكون فيها وأغرب للكرة. ملعوبة القادسية الآن، محاولة الأرض، حمان موسى يهيئ نفسه وهاتوا خذ حلوة، هذه ممكن يشوت وجول، ممكن يشوت وشوت جول. جول بدر مطوع، بدر المطوع الحقيقة، لكن من لعب الكرة لبدر مطوع؟ أيضا بإمضاء سلطان الطوقي، بدر المطوع يرفع رصيده الحقيقة إلى 8 أهداف. شوف لعبة حلوة وجميلة، وهذا فرحة جمهور القادسية، فرحة جمهور القادسية، ومن حقك تفرح لأن فريقك كسبان الآن هدفين.
فاول بشار وداغو داغو الله جول جول بحرة الحقيقة لاعب داغو قوية قوية جدا في المرمى في الدقيقة نقول 39 في الدقيقة 39 من شوط المباراة الثاني والهدف الأول لصالح السالمية عن طريق داغو من كرة ثابتة داغو من كرة ثابتة قوية في المرمى الحقيقة ما يقدر يصدها نواف الخالدي ومنه اللي بيشوت نشوف وشوت جول جول نواف نواف المرطة نواف المرطة في الدقيقة 44 في الدقيقة 44 في 2-2-2005 في بطولة الدوري العام لكرة القدم الكويت والساحل، والكويت كما تعرفون عندما انتقل لاعب نادي الفحيل عبد الله نهار إلى فريق نادي الكويت كان صفقة ناجحة. ولاحظ لما نعرض هذه الأهداف الآن في سنوات متعددة لاحظ أن عبد الله نهار لا يقيب عن تسجيل الأهداف. الفوز كان باللون الأبيض، نشاهد أهداف معنا. عدى فان بيتا سلسو يقطعها ويحصلها كابرال لعادل عغلة عادل وإلى عبد الله نهار وملعوبة وغول خلص نهار أول هدف لصالح الكويت كرة ملعوبة عرضية وغريبة يلعبها على يمين حارس المرمى هذا حسن السلي ويسجل أول أهداف الكويت عبد الله نهار مرة تشوف وسقطت من إيد المرمى هذا عبد الله نهار ومتابعة جيدة الحقيقة لعبد الله شوف شوف حاشت حسن السهلي خالد علي إلى يوسف دابس دابس لأحمد تنقطع أيضا إلى فان بيتا الكويت فان بيتا لعبها لعبد الله نهار صاحب الهدف نهار يلعبها لمشعل عويد لفان بيتا وفان بيتا وانفراد وجول عزز الفوز فان بيتا في الهدف الثاني من كرة لعبها عبد الله نهار عبد الله نهار بكعبة للخلف من عبد الله لفان بيتا اللي تقدم فيها وفي الدقيقة 27 شوف شوف أيضا تأخر فعلا اللي هو مشعل عويد وانطلق فعلا فان بيتا واستغل ايضا خروج حارس المرمى حسن السهلي ويلعب أحبتنا في كل مكان وصلنا معاكم نهاية برنامجنا الكرة أهداف إن شاء الله استمتعتوا في حلقة اليوم بإذن الله تعالى قد إن شاء الله لنا موعد جديد نشوفكم على خير فالكم طيب إن شاء الله اليوم ودوم مع السلامة. جمعة يسجل هدف الكويت الأول بضربة الله الله يا مروي الله يا مروي بيلعبها في عرض الملعب ناحية داود وتهيل حال صالح خطر جول بشار الجول الوائل سمان
الشباب وكره من فرج حطها.